قصف مكثف على وادي بردة، ما هي الأهداف السياسية التي يرمي إليها الأسد بحصاره 90,000 مدني؟ المعارضة السورية تنفي إجراءها مفاوضات مع النظام في تركيا، كيف تتوافق الأجندة في محادثات الأستانة؟ معركة الموصل، الإنجاز بين توقعات متعددة، متى تبدأ المرحلة الثانية من المعركة؟ السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الآن الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا في دبي وفي استوديو الآن أيضا. كيف تجلى التدخل الخارجي في بيان الحكومة اللبنانية؟ خلايا جذعية صناعية تمنح أملا لمرضى القلب. أهلا بكم. صعدت قوات الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني الحملة العسكرية على قرى وبلدات وادي بردة بريف دمشق لليوم الخامس على التوالي. وقال مصدر في المعارضة السورية المسلحة إن قوات النظام قصفت مجددا القناة الرئيسة التي تضخ المياه إلى العاصمة دمشق، ما أسفر عن تصدعات كبيرة في تلك القناة. هذا وتصدت المعارضة ل15 محاولة اقتحام من أفراد النظام وميليشياته خلال 5 أيام في محاولة لفرض مصالحات على المقاتلين والأهالي، كما حصل في مدينتي التل وقدسية بريف دمشق. معنا من ريف دمشق يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة في دمشق وريفها. مرحبا بك معنا يوسف، ضعنا في صورة الأوضاع وما يحدث اليوم في وادي بردة ميدانيا. نعم سيد، السلام عليكم ورحمة الله. الوضع في وادي بردة من الناحية الإنسانية هو سيء للغاية. لدينا هناك في قرى وادي بردة 9 قرى، هناك 150,000 مدني من أطفال ونساء معزولين عن العالم الخارجي، محاصرين، يتعرضون لحملة قصف عنيفة وعشوائية وشرسة من قبل ميليشيا الأسد وحزب إيران بطيران حربي، بالبراميل، بالصواريخ، بالراجمات. هناك محاولات اقتحام تصدى الثوار لها منذ عدة أيام. اليوم أيضا قام الثوار في أحد المحاور في وادي بردة بعملية معاكسة في محور منطقة الحسينية بالذات، بعملية معاكسة استطاعوا فيها السيطرة على نقاط خسروها منذ أيام وقتل عدد من ميليشيا عناصر حزب إيران والسيطرة وإعادة السيطرة على هذه النقاط. أيضا يوسف، يعني يوسف سمعنا ب15 محاولة اقتحام لوادي بردة والثوار أحبطوها، عن كم نتحدث هنا من الثوار الموجودين في وادي بردة ليتمكنوا من التصدي لهذه الهجمة الشرسة من قبل النظام وحزب الله تقريبا؟ نعم، يعني مناطق وادي بردة يوجد هناك يعني هذا الكم الهائل من المدنيين الموجود داخل تلك المنطقة. هناك من أبنائهم من حمل السلاح من الثوار، جميع الثوار متواجدين هناك هم من أبناء المنطقة. هي يعني طبيعة هذه تلك المنطقة هي طبيعة يعني يوجد بها سلاح من قبل الثورة، منطقة جبلية، قرى، نعلم أهل القرى السلاح هو شيء طبيعي بين أيديهم، هم متدربين على السلاح بشكل جيد، يعني هم أبناء تلك الأرض. ونعلم عندما يوسف قبل محاولات الاقتحام وهذه الحملة، حملة القصف منذ 5 أيام، هل كان النظام يفرض حصارا؟ ما هو وضع المعيشة هناك، المواد الغذائية الطبية؟ كان النظام وحزب إيران بالتحديد يفرض تضييق شديد على تلك القرى، وكانت هذه القرى يعني بصعوبة يتحرك المدنيين فيها مع وجود اعتقالات، مع وجود يعني مضايقات للأهالي وللمدنيين بالخروج والدخول إلى تلك القرى. منذ متى يعني تقريبا؟ بعض القرى منذ شهور، يعني هذه المنطقة هي خارج عن سيطرة النظام منذ تقريبا نحو 4 سنوات. طبعا النظام حاول السيطرة عليها، وكل ما كان يحاول يبوء بالفشل. هي منطقة جبلية، القتال فيها صعب للغاية، مكلف بالنسبة للنظام. الثوار هم يعني أهل الأرض، هم المتحصنين هناك، يوجد كرت رابح وقوي بين أيديهم. أشكرك جزيل الشكر يوسف، سأكتفي بهذا القدر وسنتابع معكم دائما التطورات فيما يحدث من تطورات في وادي بردة.
الأبعاد السياسية لحصار قوات الأسد لوادي بردة نتابعها في القسم التالي من استوديو الآن. ونتابع في موجز الأخبار، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات الأفراد من الميليشيات الموالية لقوات الأسد قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة داخل منازل ومقرات اقتحموها بهدف السرقة في أحياء من مدينة حلب. وقال المرصد إن 58 فردا من المسلحين الموالين للأسد قتلوا خلال 5 تفجيرات على الأقل، وقتل غالبيتهم خلال انفجار ألغام في مدرسة بحي السكري كانت تتخذ كمقر للفصائل ومستودع للذخيرة. خرج مئات الناشطين في برلين في مسيرة لدعم مدينة حلب، وتستمر المسيرة لأكثر من 3 أشهر بهدف رفع الوعي بالأزمة الإنسانية التي تعيشها سوريا جراء الحرب. وتجمع منظمو المسيرة التي أطلق عليها اسم المسير المدني إلى حلب في مطار تيمبلهوف في برلين، ويعد المطار نقطة انطلاق المسيرة الذي سيتخذ طريقا معاكسا لما يسمى بطريق اللاجئين. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القضاء على تنظيم داعش يحتاج 3 أشهر. وجاءت تصريحات العبادي في كلمة نقلها التلفزيون العراقي بينما تشن قوات بلاده حملة عسكرية منذ أسابيع من أجل استعادة مدينة الموصل شمال العراق من قبضة التنظيم المتطرف. كشفت مصادر حكومية يمنية أن الحكومة الشرعية وافقت مبدئيا على صيغة جديدة معدلة من خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتعلن موافقتها الرسمية بعد تسلمها لها. المصادر أوضحت أن التعديلات استندت إلى نتائج اجتماعات وزراء خارجية الرباعية الدولية في الرياض، والتي تضم السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة والإمارات، وبما يتفق مع المرجعيات الثلاث للحل السياسي لإنهاء الانقلاب، وتبدأ بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح ثم الحل السياسي. أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف لقياس مؤشرات الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية أن أغلبية الألمان يؤيدون تشديد الإجراءات الأمنية في ألمانيا عبر زيادة عدد أفراد قوات الشرطة وتحسين تسليحها ومعداتها، خاصة بعد هجوم برلين الإرهابي الذي أسفر عن قتل 12 شخصا وجرح 48 آخرين. أوضح الاستطلاع أن 73% من المواطنين يؤيدون زيادة عدد قوات الشرطة، و 61% منهم يؤيدون تحسين الأسلحة والمعدات الخاصة بالشرطة. وأوضح 60% من الذين استطلعت آراؤهم أنهم يؤيدون تجديد المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة. أعلن الجيش الروسي صباح اليوم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الأحد في البحر الأسود، وجاء الإعلان في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الصندوق الثاني. ويحتوي الصندوق على بيانات الرحلة التي ستساعد في تحديد سبب تحطم الطائرة، وسيرسل إلى موسكو لتحليل البيانات. أيضا علقت روسيا اليوم تحليق جميع طائراتها من طراز 254 لحين معرفة السبب وراء تحطم الطائرة الروسية المنكوبة يوم الأحد، والتي ترجع إلى الحقبة السوفيتية وأسفرت عن قتل 92 شخصا كانوا جميعهم على متنها. تشهد مناطق شمالية في الولايات المتحدة درجات حرارة بلغت 9 درجات تحت الصفر، وأمطارا تتجمد قطراتها بملامسة الهواء البارد، ولا سيما في ولايتي جنوب داكوتا وشمال داكوتا. وطلبت السلطات من المواطنين البقاء في مساكنهم والتحلي بالحذر الشديد عند التنقل بالعربات، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة ليوم الثلاثاء. كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تخف حدة العاصفة الشتوية التي اجتاحت السهول الشمالية العظمى بالولايات المتحدة، وأدت أيضا إلى رؤية طرق يغطيها الجليد وانقطاع للكهرباء وهبوب رياح قوية. مباحثات روسية تركية مع المعارضة السورية، وروسيا تقترح مجالس محلية بمناطق سيطرة المعارضة السورية. التفاصيل بعد الفاصل.
مرحبا بكم من جديد. على بعد نحو 18 كيلومترا غرب دمشق تكثف قوات الأسد وحلفائها من الميليشيات الطائفية حملتها العسكرية على وادي بردة الذي يمد العاصمة بأكثر من نصف احتياجاتها من مياه الشرب في مسعى لاستعادته من قبضة مجموعات من المعارضة، في وقت أكد في بيان وقعت عليه ثمان هيئات ومنظمات جميعها موجودة في قرى الوادي على ضرورة الضغط على القوى الداعمة لنظام الأسد والميليشيات الطائفية الموالية له لإيقاف الهجمة العدوانية على الأهالي. ويخشى آلاف المدنيين من حدوث مجازر بحقهم من قبل أفراد حزب الله اللبناني، حيث يتواجد في هذه المناطق أكثر من 90,000 مدني في المنطقة وغور مياه عين الفيجة. وفيما تزايدت المخاوف من احتمال حدوث تهجير قسري وتغيير ديموغرافي، رفض البيان أي شكل من أشكال التهجير القسري لسكان المنطقة الذي يأتي ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي ينتهجها نظام الأسد في معظم الأراضي السورية وخاصة في ريف العاصمة دمشق. وأشار البيان أيضا إلى ضرورة إيجاد اتفاق مناسب يضمن سلامة المدنيين في المنطقة والسماح للجهات الدولية بإدخال ورشات صيانة لنبع الفيجة وإبقائه تحت الإدارة المفوضة من قبل أهالي المنطقة. معنا من غازي عنتاب فؤاد أبو حطب، محامي وناشط حقوقي من أهالي بردة. مرحبا بك معنا سيد فؤاد. هل نحن أمام سيناريو جديد كالذي حدث في قدسية وحدث أيضا في درية وفي معظمية الشام وغيرها من المناطق، فرض حصار، هجمات عسكرية، تجويع، ثم مصالحة وتهجير، ما رأيك؟ طبعا السلام عليكم. بداية تحية، نوجه تحية للشهداء في سوريا، لأهلنا المقاومين والصامدين. طبعا النظام ضمن خطة واضحة ومباركة دولية يقوم بمحاولة تهجير الحاضنة الشعبية المعارضة من دمشق ومحيط دمشق وريف دمشق. بدأ بالزبداني ومضايا، ثم انتقل إلى دارية والمعظمية، قدسية والهامة، خان الشيح، ثم التل، والآن يحاول في وادي بردة. طبعا عرض النظام على سكان وادي بردة الخروج إلى محافظة إدلب منذ حوالي الأسبوعين، ولكن تم رفض العرض بالمطلق. بناء عليه قام النظام ب 25 الشهر من 25 الشهر الجاري بحملة عسكرية عنيفة جدا ضد وادي بردة. فورا استهدف، أول ما بدأ العملية استهدف منشأة نبع عين الفيجة ببراميل متفجرة أدت لدمار المنشأة وأدت لتعطل مضخات المياه وتوقف ضخ المياه على مدينة دمشق. ما زالت الحملة مستمرة حتى اليوم، لم تتوقف أبدا. يحاول النظام اقتحام المنطقة عسكريا بريا، ولكن حتى اللحظة لم يستطيع، يوجد مقاومة شديدة. طيب، الشباب الموجودين، اطلعنا على الوضع الميداني من الناشط في بداية البرنامج. أريد أن أسألك بصفتك ناشط حقوقي فؤاد، ما الذي يمكن فعله في مثل هذه الحالات؟ كيف يمكن التصدي لمحاولات النظام المتكررة وما نتحدث عنه وادي بردة بتهجير أهالي المنطقة وفرض مصالحات كما يدعي أنها مصالحات، ولكن هي كما تقول ويقول الكثيرين هي محاولة تغيير ديموغرافي للمنطقة؟ بالتأكيد طبعا نحن غير الصمود اللي موجود من قبل الأهالي والشباب في منطقة وادي بردة حاليا، بدأنا بمناشدة المجتمع الدولي اللي للأسف هو أطلق يد النظام باتجاه السكان المدنيين في ريف دمشق. نحاول أن نوضح لهم بأنه إذا الحملة لم تتوقف هناك كارثة بيئية وإنسانية سيعاني منها سكان مدينة دمشق. 6 ملايين نسمة حاليا في حال توقفت المياه عن الضخ سيتعرضون لأزمة عطش. مع من تتواصلون ولكارثة بيئية كي نفهم أكثر يعني الحقيقة من المنظمات الدولية؟ في الحقيقة حاليا عن طريق منظمات دولية عندنا تواصل مع الخارجية التركية، وسنقوم بالتشاور للتواصل مع الخارجية الجمهورية روسيا الاتحادية. بالإضافة حاليا نحن عم نحاول نعمل حملة مناصرة وحشد لعرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي. في بعض الأصدقاء أقنية موجودة في أمريكا وبريطانيا عم يساعدونا لإرسال رسالة لسفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول موضوع وادي بردة لأهمية المنطقة بخصوص نبع عين الفيجة. نعم، أهمية المنطقة من حيث المورد المائي المهم الذي يغذي المنطقة وأيضا حتى العاصمة دمشق.
هو المورد المائي الرئيسي لست ملايين نسمة في دمشق. بالإضافة نحن نتخوف لا سمح الله في حال استطاع الجيش اقتحام المنطقة أن يقوم بمجازر، لأنه الجيش معه ميليشيات حزب الله عم هي موجودة مع الجيش في العمليات العسكرية البرية. نحن نخشى على أهلنا في وادي بردة لا سمح الله من مجازر يقوم بها عناصر الجيش والميليشيات. قرابة 100,000 مدني صحيح فؤاد محاصرون اليوم؟ يوجد حوالي 100,000 مدني في وادي بردة. نعم. هم من سكان وادي بردة بالإضافة إلى الضيوف المهجرين من بقية مناطق ريف دمشق ومحافظة دير الزور وحمص موجودين في وادي بردة. أشكرك جزيل الشكر فؤاد أبو حطب المحامي والناشط الحقوقي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من غازي عنتاب التركية. قال جورج صبرا عضو الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية إن الهيئة التي تضم معارضين سياسيين وجماعات مسلحة معارضة لا علم لها بوجود أي محادثات، تلك التي تتحدث أو تدعي موسكو أنها تجري بين نظام الأسد والمعارضة. وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن نظام الأسد يجري محادثات مع المعارضة قبل اجتماع أوسع يحتمل عقده في أستانا بكازاخستان. يأتي ذلك في وقت يجري فيه عسكريون روس وأتراك مباحثات في أنقرة مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة تتناول معايير وقف إطلاق النار في سوريا. ونقلت وكالة نوفيستي عن مصدر دبلوماسي روسي أن عسكريين ممثلين لروسيا وإيران وتركيا الدول الضامنة للنظام وقف إطلاق النار في سوريا يخططون للمشاركة في المفاوضات المرتقبة في العاصمة الكازاخية أستانا. قال مصدر عسكري نقلا عن الوكالة إن الهدف الرئيس من المفاوضات هو مناقشة وقف إطلاق النار، بينما يجري حاليا العمل على الاتفاقية بشأن هذه المسائل على مستوى الخبراء في أنقرة وسيتم إقرارها في أستانا. وخلال تلك المحادثات التي ستجرى في كازاخستان أعلنت موسكو نيتها تشكيل مجالس محلية في سوريا في مناطق خاضعة للمعارضة السورية في خطوة تدعمها تركيا. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الرياض العميد الركن أسعد الزعبي رئيس الوفد المعارض المفاوض في جنيف. مرحبا بك معنا سيادة العميد. دعني أسألك بداية، يعني من جانبكم ترفضون أو تنفون ما تقوله موسكو بأنكم على علم أو تشاركون بمفاوضات مع النظام في تركيا، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. بالتأكيد يعني هذا مرفوض كليا، لا يمكن الالتقاء مع هذا النظام إطلاقا. يعني هذا النظام نحن منذ البداية قلنا هذا النظام فاقد الشرعية، وأكثر من 132 دولة بالأمم المتحدة أقروا أن بشار الأسد وما زمرته هم فاقدين الشرعية. سيادة العميد خلينا نمشي نقطة بس، يعني كرمال ما نضيع بس الفكرة. إذن تؤكد وتنفي صحة هذه المعلومات بأنكم تتفاوضون مع النظام في تركيا، ماذا عن تلك المباحثات التي تقول بأن أطراف روسية تركية وأيضا من المعارضة المسلحة السورية تتباحث اليوم تحضيرا لمؤتمر في كازاخستان؟ أنا أعتقد أن هذا يعني منفي تماما الحديث عن أي معارضة تتحدث بقضية مؤتمر أستانا، هذا مرفوض يعني غير صحيح أبدا. نحن ننفي هذه المعلومات يعني جملة وتفصيلا. الحديث عن قضية وقف إطلاق النار، ربما يكون هناك بعض يعني مندوبين من فصائل يتحدثون عن وقف إطلاق النار، أما أي حديث يتعلق بالأستانة أو الحل السياسي أو فيما يتعلق بمفاوضات يعني خارج جنيف خارج مظلة المتحدة، هذا يعني منفي تماما، لا علم لنا به ولا يمكن أن يكون. وبالتالي أي مفاوضات أو أي يعني لا علم لكم به، ولكن بالتأكيد كما نسمع به نحن من مصادر عسكرية وسياسية بكل تأكيد تطلعون ويصلكم تصلكم هذه الأنباء، ولكن بانتظار ربما توجيه أي دعوة أو خطاب معين. على كل الأحوال ما يحدث هو يحدث حاليا بالفعل، أؤكد لك ذلك سيادة العميد. وأيضا روسيا ربما تسعى
لتحييد الأطراف الدولية وجعل الموضوع أقليمي، لذلك اختارت كازاخستان، هكذا يقول الكثيرون. تتحدث حتى بشكل تفصيلي، دعني أسألك هنا، بشكل تفصيلي عن مجالس محلية في مناطق المعارضة التي تسيطر عليها المعارضة لإيقاف إطلاق النار في بادئ الأمر، ثم تشكيل لجان ربما مشتركة. إذن هناك خطط جاهزة لمن يقرأ هذه التصريحات يبدو أنها بانتظار التوافق التركي الروسي بالإضافة إلى فصائل المعارضة تحضيرا لمؤتمر كازاخستان وليس جنيف. سيدي الكريم، يجب الفصل والتفريق ما بين المحادثات التي تجري لوقف اطلاق نار كما حصلت أثناء إخراج المدنيين من حلب بين مندوبين من الفصائل والجانب الروسي والجانب التركي، وبين الطرف الآخر قضية تتعلق بإعداد وفود أو مفاوضات بأستانا. أقول لك بما يتعلق بوقف اطلاق النار، ربما يكون هناك مندوبين عن الفصائل الشمالية يتحدثون مع الجانب التركي أو مع الجانب الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل لكن أي حديث عن مفاوضات لا تشمل أو لم يشترك فيه إطلاقا ولن يرضى أن يشترك فيه أي ممثل من الفصائل، على اعتبار كل الفصائل ممثلة بالهيئة العليا للتفاوض وكل المكونات السياسية. إنما ما تتحدث به موسكو عن وجود معارضة تتحدث معها أو تلتقي معها أو تفاوضها فيما يتعلق بالأستانة، هذه المعارضة من تصنيع روسيا، هذه المعارضة هي معارضين للمعارضة السورية، وبالتالي هم من عناصر النظام، قامت روسيا بتنشئتهم وتصنيعهم بالأستانة والحميميم ومنصة موسكو، وهؤلاء كنا نشاهدهم في جنيف يتمشون على الأرصفة في جنيف ينتظرون إشارة ما. سيادة العميد، بفهم من كلامك أنه في حال تم توجيه دعوة لكم أنتم الهيئة العليا للمفاوضات من قبل موسكو، هل ستحضرون أم لا؟ هل ستشاركون أم لا؟ سيد الكريم كان جواب السيد المنسق العام واضح، قال عندما توجه لنا دعوة نحن لن نذهب إلى أي دعوة تكون خارج مظلة الأمم المتحدة وخارج الإجماع الدولي، هي تريد أي إجماع يكون هناك تغطية دولية، وخارج القرارات المتعلقة بذات الصلة بالملف السوري، القرار 2118-2254، القرار 2118 مرجعي جنيف. من يريد أن ينفذ التفاوض، هذه جنيف موجودة، هذه القرارات موجودة، عليه أن يعلن أن بداية أي كلام بالمفاوضات أي حديث يجب أن يبدأ برحيل نظام بشار الأسد بكامله. طيب، عندئذ يكون هذا فعلا جاد بقضية التفاوض والحل السياسي. أنكم تشاركون بتحييدكم هكذا بهذا الأسلوب، ما يحدث سيحدث وتلك المفاوضات ستحدث، وما حدث في حلب أيضا لم يكن لكم يد فيه ولكنه حدث، إلى متى ستستمرون بذلك؟ اليوم روسيا أجيبك تفرض نفسها بقوة وما زالت وبتوافق إقليمي إيران وإيراني وتركيا أيضا. أخي الكريم، اسمح لي أن أجيب لك مثالا دقيقا يظهر تماما أو تنجلي تتضح الصورة بشكل واضح. أعتقد عندما كنا جنيف في المرحلة الأولى أو في الجولة الأولى بجنيف، روسيا أحضرت ثلاث منصات، والقاهرة أحضرت منصة، والجميع ذهبوا إلى جنيف، وكان ديمستوريا يتحدث أنني سأجتمع فيهم أو سألتقي فيهم مساء صباحا إلى آخره. هذه كانت بمثابة ضغوط على الوفد، وفد الهيئة العليا للتفاوض، وأدرك الجميع ومن خلال تعليقنا للمفاوضات دون السؤال عن أحد، أدرك الجميع أنه فقط من يخول بالحديث نيابة عن الشعب السوري والقادر على الحديث باسم الشعب السوري فقط هي الهيئة العليا للتفاوض، والجميع ليس لهم أي علاقة، ليس لهم أي دور. هذا ما اقتنعت به الأمم المتحدة والدول الراعية، حتى روسيا التي حاولت منذ اليوم الأول الإساءة إلى وفد المفاوضات من خلال تعليقات مختلفة، سواء كان بزج منصة موسكو أو حتى بالحديث على أن لا يجوز أن يكون رئيس وفد عسكري. ولا جنيف 3 لم يفضي إلى أي شيء فعلي على الأرض، هي مجرد قرارات اتخذت ولم يحدث منها أي شيء. بالمقابل، الاتفاقات التي تجري اليوم تحت الطاولات ولا يعلن عنها إلا عند التنفيذ، كما حدث على سبيل المثال مؤخرا في حلب، هي التي تحدث فعليا على الأرض. كان سؤالي لك، إلى متى ستبقون على الحياد وفي هذه المواقف وتساعدون روسيا على تحييدكم بهذا الأسلوب؟ يا سيدي الكريم، روسيا لم ولن تكون أبدا أي طرف ضامن أو أي نعم روسيا لم ولن تكون لا طرف ضامن ولا طرف وجداني حقيقي.
روسيا جزء من المشكلة، روسيا دولة محتلة وإيران دولة محتلة، يجب أن نميز ما بين الدول التي تكون طرفا ضامنا أو طرفا حياديا وما بين الدول تحتل بلدنا. نحن الآن نقاتل ضد روسيا وضد إيران كما نقاتل ضد النظام، يعني هؤلاء محتلين وذلك النظام فاجر، ولذلك هم لا يحيدون. نحن لا يشرفنا أن نكون جزء من هذه المفاوضات، ولا يشرفنا أن تكون روسيا هي من تقوم بهذا الحل. روسيا قتلت شعبنا، يعني يكفي أن نقول أن روسيا دخلت ولن تشارك في هذه المفاوضات قولا واحدا. أعتقد أن الهيئة العليا قد تحدثت بذلك وأصرحت كماما نعم. على لسان السيد المنسق العام. نعم، واضح الكلام. تصريح لم يكن لك على الهواء. لن تشاركوا. أنا أعود للقول، لن نشارك إلا إذا كان على جدول الأعمال في رأس القائمة رحيل هذا النظام بكامل رموزه وفق جنيف واحد، مرجعية جنيف واحد والقرار 2118. نعم. هذا واضح تماما. أشكرك جزيل الشكر العميد أسعد، العميد الركن أسعد الزعبي، رئيس الوفد المعارض المفاوض في جنيف، متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الرياض. لدينا المزيد في استوديو الآن مشاهدينا، ونتابع بعد فاصل قصير. شهادات حصرية لأخبار الآن. داعش علم مقاتليه تكفير آبائهم بالموصل. مرحبا بكم من جديد. أنهت معركة الموصل التي انطلقت في منتصف شهر يونيو حزيران الماضي مرحلتها الأولى قبل أكثر من أسبوعين بالسيطرة على 40 حيا في الجهة أو الجبهة الشرقية للموصل من أصل 65 حيا، ولم يعلن حتى الآن عن انطلاق المرحلة الثانية لاستعادة كافة الضفة الشرقية للمدينة وسط ما وصف بالخلافات في الرؤى بين القوات العراقية والجانب الأمريكي الذي يقود قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق. وأعلن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أن القضاء على داعش في العراق سيستغرق 3 أشهر بعد وعود مطلع العام بدحر داعش نهاية العام الجاري. من جهته قال قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب التي كلفت باقتحام المدينة اللواء فاضل برواري إنه خلال الشهرين القادمين تفرض القوات الأمنية سيطرتها على كافة أحياء الموصل، وسيمكن للمواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. الجانب الأمريكي الذي يقود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق كان له رأيا مختلفا، حيث لمح القائد العسكري الجديد للتحالف ستيفن تاوسند إلى أن هزيمة داعش في الموصل والرقة واجتثاث خلاياه قد تستغرق 2 إضافيتين. وبما يخص معركة الموصل تحديدا أفاد بأن المعركة صعبة وطويلة وستستغرق أسابيع أو أشهر. معنا عبر الهاتف من الموصل الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب. مرحبا بك معنا سيادة الفريق. تصريحات متناقضة صراحة، العبادي يقول نحتاج إلى 3 شهور للقضاء على داعش، جهاز مكافحة الإرهاب نحتاج إلى 2 شهر، والتحالف الدولي يقول نحتاج إلى 2 سنين للقضاء على داعش في الموصل وفي العراق في الرقة السورية. كيف نفهم هذا التناقض، ولماذا كل هذا التأخير في المرحلة الثانية لمعركة الموصل سيادة الفريق؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. لو نأخذ تصريح الجنرال تاوزند أنه الفترة التي يحتاجها، يعني التصريح كامل أنه الفترة التي يحتاجها للقضاء على داعش في الموصل وفي سوريا وكذلك الجزيرة اللي موجودة قد تستغرق 2، وكما قال رئيس وزراء أنه المدة اللي موجودة يعني في العراق ستكون أقل بقليل مما موجودة في سوريا، أنه حصرها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. أما باقي يعني هي بالأساس لم يوضع وقت محدد لإنهاء العملية، لكنه نحن نقول أنه يجب أن لا يطول الوقت حتى لا تكون هناك معاناة أكثر للمواطنين، لكنه معركة الموصل سوف لن تطول كثيرا. طيب ماذا عن من يقول سيادة الفريق بأن هناك تدخلا أو ربما مشاركة من القوات الأمريكية بريا في معركة الموصل مؤخرا، خاصة بعض الأنباء التي تحدثت عن مشاورات بين قادة القوات العراقية والقادة الأمريكيين ومؤخرا مشاركات برية أمريكية؟ يعني لا توجد أي قطاعات برية على الأرض بالنسبة لأي من أي قوات غير عراقية.
القوات فقط العراقية هي التي تقاتل على الأرض حتى الآن، ولكن هل ستشارك مستقبلا قوات برية أمريكية أم لا؟ لا 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 أعتقد أي مشاركة من قطاعات، من أي قطاعات، القطاعات العراقية كافية وقادرة على حسم معركة الموصل. واللي أما التواجد الدول التحالف واللي تقوده الولايات المتحدة يقتصر على الاستطلاع وتبادل المعلومات والإسناد الجوي فقط. إذن تنفي تلك المعلومات التي تتحدث عن مشاركات أمريكية برية في معركة الموصل، صحيح؟ لا يوجد أي جندي غير عراقي على الأرض يقاتل في الموصل. هل هناك اختلاف بالرؤى بينكم وبين قوات التحالف بقيادة واشنطن سيادة الفريق؟ أبدا لا يوجد أي اختلاف، أبدا الأمور تسير وفق ما مخطط إليه وحسب الاتفاقيات، والأمور تسير بشكل وبتعاون وبتنسيق جيد جدا. ولكن التأخير يعني مدروس أم أن من أجل أسباب أخرى عسكرية؟ التأخير في المرحلة يعني الثانية من معركة الموصل أقصد. يعني المعركة المرحلة الثانية ستبدأ قريبا جدا، نعم، وهناك بعض التفاصيل يجب إكمالها بالنسبة للقطاعات، وستشرع الصفحة الثانية قريبا جدا، ولن تتوقف وتنتهي إلا بتحرير الساحل الأيسر بالكامل. قريبا جدا يعني نتحدث عن أيام أسابيع أم شهور؟ لا المرحلة الثانية قريبة جدا، يعني ليست أيام وليست أسابيع يعني، لكنه هذه معلومات لا تصرح للإعلام عن توقيتات العملية، لكنه أنا أقول لك قريبة جدا. ولكن قريبا جدا. نعم. شكرا جزيلا لك الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الموصل. قال المنشق عن داعش في الموصل بشار محمد إن ممارسات التنظيم وأفكاره جعلت منه شخصا يكفر والديه وحولهما بنظره إلى مرتدين بسبب عدم تأييدهما لتبنيه أفكار داعش التي ذكر أنه وجدها منافية للحقيقة ولا تتوافق مع الإسلام. المنشق عن داعش بشار محمد تحدث في مقابلة حصرية مع أخبار الآن عن ندمه للانضمام إلى داعش بسبب جرائمه، وقال إن التلقينات المتطرفة من قبل قادة التنظيم للذين يجندونهم كانت تحريضا على قتل منتسبي الجيش والشرطة بدوافع ولأغراض مصلحية وشخصية. والدي ووالدتي إنه كانوا متابعين إلي أينما أروح أينما أذهب، يعني اكتشفوا انه هذا الطريق اللي اني به طريق غلط، فبدت توعية الام انه يعني شافت اشياء غريبة جدا، انه لازم تطول اللحية، الازار، البنطلون او الدشداشة لازم تنقص، فهذا كانت اشياء غريبة عن اهل الموصل، فبدت توعية الاب والام انه ابني تريد تصلي اذهب للجامع بعيدا عن الجماعات بعيدا عن، وأني أيضا من خلال يعني ثقافتي البسيطة وعلمي البسيط وفقهي بالدين اكتشفت إنه هذا الطريق اللي أو الجماعات اللي أنا كنت أمشي وياهم طريق غلط، إنه ليش أقتل الجندي وليش أقتل الشرطي من خلال إنه كان تعاملهم، يعني إنه أصبحت البيئة الآن بيها أعداء، يعني أقرب الناس إلي أبي أو أمي أو أخواتي إذا ما نفذوا رأيي أو ما نفذوا الشيء اللي أمرهم به أنا أعتبرهم مرتدين خارجين عن الملة، فهذه العبارة تؤدي أنه لازم أقتلهم، فهذا الشيء ما كان عندنا بالموصل. اكتشفت أنه هؤلاء هم مخربين، هؤلاء يريدون إسقاط الحكومة من أجل منافع شخصية. أكد الدكتور الصيدلي سالم ذهبان أن داعش قام بإخراج مئات المرضى الموصليين من المستشفيات وسخر إمكاناتها لمعالجة قادته وجرحاه الذين يصابون في المواجهات مع القوات العراقية، الأمر الذي تسبب بوفاة العشرات لا سيما من كبار السن. الدكتور ذهبان ذكر أيضا في مقابلة حصرية أجراها الصحفي وسام يوسف لأخبار الآن، ذكر أن داعش حول مستشفى الجيارة إلى مشفى ميداني لعلاج جرحاه وقادة التنظيم قبل أن ينقل جميع الأجهزة الطبية المهمة فيه إلى مستشفى الموصل العام إثر تحرير الجيارة. احنا من أخذ القاعدة قاعدة الجيارة قالوا لنا روحوا قعدوا ببيوتكم ما نريدكم، ولا
يستقبلون أي أحد من العامة. صار مستشفى القيارة مستشفى ميداني لجرحاهم. العمليات الكبرى ينقلونها إلى الموصل ينقلون جرحاهم. أكو عندهم كادر جراح يعمل العملية إذا صغرى أو من هالقبيل يحتاج دم، فهم سووا مستشفى ميداني إضافة إلى سووا سكن أحد الطوابق للقادات مالهم وللجيش مالهم، لأن هو مستشفى كبير والطابق الأول والثاني مستشفى ميداني. وقاموا بنقل جميع الأجهزة الثمينة من مستشفى القيارة إلى الموصل عندما تحررت قاعدة القيارة. زين، بعد ما تغلوا مستشفى القيارة من مستشفى ميداني لهم، المدنيين المرضى المدنيين وين صاروا يتعالجوا وشو صار وضعهم؟ والله وضعهم أتعس من التعيس. أكو ناس فقدت حياتها بسبب هذا الشيء. وين يروح يعني؟ يروح الموصل، كانت المعارك باشدها يعني ما تقدر تطلع أو هذا، وأنت ما بودك تطلع من خارج بيتك حتى، لأن تتمنى أنه تتحرر. لأن إذا 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 خرجت من خارج بيتك وتحررت ضاعت عليك الفرصة. مستمرون معكم مشاهدين في الاستوديو الآن ونتابع بعد الفاصل. منظمة عراقية تسعى لتمكين النساء المحتاجات خلال دورات مهنية. أهلا بكم من جديد. عد حزب القوات اللبنانية أن تضمين البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بند حق المقاومة يعد انتهاكا فاضحا للدستور وهيبة الدولة وتشريعا لحزب الله لمواصلة مغامراته الخارجية في سوريا. وأقرت الحكومة اللبنانية البيان الوزاري السبت بعنوان استعادة الثقة، وبرز تحفظ القوات اللبنانية الممثلة بخمس وزراء في الحكومة على فقرات من البيان تتعلق ببند المقاومة وبضرورة تضمين فقرة تنص على حصرية السلاح بالدولة وحق المقاومة للدولة. وكانت الحكومة الجديدة تشكلت قبل نحو أسبوع برئاسة سعد الحريري، وهي الأولى في عهد الرئيس ميشيل عون بعد نحو شهر ونصف الشهر من تكليفه تأليفها. معنا عبر الهاتف من بيروت إيلي محفوظ، عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار. مرحبا بك معنا سيد إيلي. ما الذي نفهمه من خطوة رئيس الحكومة سعد الحريري بتضمين هذا البند، بند حق المقاومة، في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية؟ مساء الخير وينعاد على الجميع. بداية يعني خيار الرئيس الحريري جاء منسجما مع خياراته السابقة، ودعني أقول قراره السابق بالخيار بربط النزاع مع حزب الله. وطبعا يعني هذا قرار لا يتماشى مع كل مكونات 14 أدار، ونحن جزء من هذا المكون ونرفض أي عملية تبريد مع حزب الله، خاصة بالشق المتعلق بالصراع في المنطقة، بتدخلاته بالشؤون الداخلية للدول العربية، بتصديره للمسلحين أكان في سوريا أو بعض الدول العربية للقتال أو لإحداث بعض الأعمال التخريبية في الخارج. طيب سيد إيلي، دعنا نسأل بشكل آخر، بشكل صريح. مواقف تيار المستقبل معروفة يعني سابقا من موضوع تدخل حزب الله في سوريا والتدخل الإيراني في لبنان. ما الذي تغير اليوم عندما بعد أن جاء وأصبح رئيس الوزراء سعد الحريري؟ ما الذي جعله يغير رؤيته ويعلن؟ أغلب الظن أن الرئيس الحريري بات مقتنعا بأن هناك ثمن يجب أن يدفع. الثمن هو إذا أراد العودة إلى رئاسة الحكومة عليه أن يقدم بعض من التنازلات. جزء من هذه التنازلات جاء بإطار هذا البند المتعلق بسلاح حزب الله. هلأ طبعا هن بيستعملوا كلمة مقاومة، نحن بأكثر من فريق ب14 أدار لا يمكن تسمية حزب الله بعد 2000 بمسمى المقاومة، وخاصة بعدما تورط بالوحل. سيد إيلي؟ نعم تفضل. خاصة بعد أن تورط في الوحل السوري.
داخل الحرب السورية. لذلك أقول بأنه كان وكأنه ملزما الرئيس سعد الحريري بأن يقدم على هذه الخطوة، لأنه بيعرف تماما في ثمن بده يندفع. لا يمكن أن يعود إلى رئاسة الحكومة ما لم يقدم على هذه الخطوة، وحسنا فعلت القوات اللبنانية بتحفظها حول هذه المسألة. تبعات هذا التغير الذي ذكرته على لبنان كيف ستكون من وجهة نظرك؟ طبعا يعني عم بيحاولوا كل الأفرقاء المنضوين تحت سقف هذه الحكومة أن يقولوا للجميع بالداخل وبالخارج بأنه هناك انعدام لبوادر بروز أي معارضة في لبنان، من خلال بأنه كل المكونات موجودة وممثلة داخل الحكومة. هذا القول يعني يضحض مع الوقت نتيجة التناقضات التي تجمع الأفرقاء المجتمعين داخل هذه الحكومة، لأنه ما يجمع هذه الحكومة الأفرقاء التناقضات، يعني في متناقضات موجودة داخل هذه الحكومة. وغدا لنظره قريب من خلال بعض المقاربات المختلفة بين الأفرقاء، وتحديدا بين فريق 14 أذار وبين الفريق الذي يمثله حزب الله داخل الحكومة. يبدو أنكم في 14 أذار يعني لستم متفائلون خيرا بهذا القرار وتبعاته. أشكرك جزيل الشكر إلي محفوظ، عضو الأمانة العامة لقوى 14 أذار ورئيس حركة التغيير. تقوم منظمة حرية المرأة في العراق بورشات عمل لتدريب النساء الأرامل أو اللاتي تعرضن لأعمال العنف على الحرف والأعمال اليدوية لتمكينهن من حل الصعوبات والمحن الاقتصادية التي تعيشنها. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. هي الأنثى الوالدة، هي الأسرة التي تندثر منها القرون، ولكن في بلاد تعاني من أزمة سياسية وتدني مستويات المعيشة جعلت أعمال العنف والحروب النساء العراقيات بلا عائل يكسب القوت لأسرهن. من هنا ولدت فكرة منظمة حرية المرأة في العراق التي تساهم في مساعدة النساء في رحلتهن للكفاح وإعطائهن فرصة للتدرب على الحرف اليدوية والوقوف في وجه الصعوبات التي يمرن بها. منظمة حرية المرأة في العراق سباقة دائما أنه تلقى السبل أو الطرق اللي تخلي النساء تتقدم أكثر بحياتها، خصوصا أنه بالعراق بالحروب اللي صارت على المرأة والأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية اللي تصير بتخلي النساء بوضع كلش صعب. بدأت المنظمة غير الحكومية أعمالها الخيرية بفكرة تطورت لاحقا بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة ورش عمل صغيرة لتعليم فن صياغة الحرف اليدوية كصناعة المجوهرات والخياطة، ثم يتم بيع هذه المنتجات وتوزيع إيراداتها بين المجموعة. اليوم تتكفل المنظمة بتدريب أكثر من 50 امرأة كانوا ضحية الظروف الصعبة. الموضوع بدأ فكرة وده يتطور ويكبر يوم بعد يوم. بدأ فكرة بسيطة أنه النساء بدينا بعض الحرف اليدوية اللي هي يصنعون بيها أساور، يصنعون بيها أعمال يدوية. فأول ما بدينا بيها كانت عن طريق صفحة على الفيسبوك. تركت الحروب المتعاقبة أعدادا كبيرة من النساء أرامل، وولادة جيل جديد من الفتيات اللواتي يكبرن بدون تعليم أو مهنة جيل كامل فاقد للأهل والبيت والأمان. وهنا يأتي دور المنظمات التي تعتني بعمود المجتمع لإيجاد السبل والطرق التي تجعل المرأة تتقدم في حياتها باستقلالية كاملة. فصل أخير مشاهدينا في برنامجنا ونتابع بعده. الصابون الحلبي يجد ملاذا له في باريس. ما
مرحبا بكم من جديد. بعد أن أصيبت صناعة صابون الغارة الأكثر شهرة في حلب بأضرار شديدة جراء الأزمة التي تشهدها سوريا، يسعى اللاجئ السوري حسن حرستاني لإحياء مشروع إنتاجها من جديد بعد أن وجد لصنعته موطئ قدم في ضاحية سانتيني الباريسية. مزيد من التفاصيل في السياق التقرير التالي. في فرنسا صناعة صابون الغار الحلبي وجدت من يتبناها. السوري حسن حرستاني الذي اضطر إلى ترك حلب بعد أن دمرت قذائف النظام كل شيء حتى معمل الزيتون الذي كان يعمل فيه. المعمل سوي في الأرض، غير أن وصفة صابون الغار الحلبي ما تزال في مخيلته حية ترزق. نقلها معه في رحلة لجوئه إلى فرنسا ليؤسس هذا المعمل. إنه جزء من تراث حلب، ففي حلب يتم تصنيع هذا النوع من الصابون ربما منذ ما قبل 3000 سنة، ويتم تصنيعه بنفس الطريقة ولكن بتقنيات مختلفة، ولكن المكونات الرئيسة هي نفسها. إعداد خلطة الغار الحلبي تستغرق 3 أيام، ثم تأتي مرحلة تجفيف الصابون التي تستغرق 12 ساعة، لتعقبها مرحلة التقطيع وطبع الختم على كل صابونة. لا ينتهي الموضوع هنا، فالمدة اللازمة لتجفيف قطع الصابون وتجهيزها تأخذ وقتا أطول، 6 أشهر إضافية. حرستاني يؤكد أن الغار الحلبي الذي يصنعه خال من المواد الكيميائية والأصباغ، فهذه الصنعة تعد مفخرة الحلبيين وتنافس الزعتر الحلبي في شهرتها. الصابون على سبيل المثال في سوريا يعتبر مثل الطعام، هذه ليست مسحة ولكنها حقيقة. إذا كان شخص ما على سبيل المثال يريد أن يذهب إلى حلب، فيطلبون منه أن يحضر لهم الصابون كهدية. عجلة صناعة الصابون الحلبي التقليدية تدور من جديد، وهنا تبعث الحياة لصناعة كابدت للبقاء منذ آلاف السنين. نجح باحثون أمريكيون للمرة الأولى في زرع خلايا جذعية قلبية صناعية لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب نتيجة النوبة القلبية من دون المخاطرة الحالية المصاحبة للعلاج التقليدي بالخلايا الجذعية التي يمكن أن تسبب السرطان لعدم تمكن العلماء من وقف تكاثر الخلايا وتشكل الأورام. ويعزى نجاح هذه الطريقة إلى أن النسخة المصنعة تبنى جزئيا من جزيئات مجهرية محاكية للخلية، ومن ثم لا تتكاثر الخلايا بمجرد زرعها في المريض، كما أنها مصممة لتجاوز جهاز المناعة بالجسم لإزالة خطر رفض الجسم للغرسة، مما يعني عدم الحاجة إلى البحث عن قريب للشخص مستعد لأن يكون مانحا. يشار إلى أن علاجات الخلايا الجذعية تفيد في إصلاح الأنسجة التالفة أو ما يعرف بالإصلاح الذاتي عن طريق إفراز البروتينات والمواد الجينية، وفي حين أن الخلايا الجذعية الطبيعية هشة جدا ويحتاج تخزينها إلى عناية كبيرة وإجراءات معقدة قبل استخدامها، تعد الخلايا الجذعية الصناعية أسهل في الحفظ ويمكن تحويلها للاستخدام في أجزاء مختلفة من الجسم. فيتامين د قد يكون الفارق بين حياة طبيعية وأخرى مليئة بالمعاناة. دراسة حديثة تربط بين تناول فيتامين د خلال الحمل وإنجاب طفل مصاب بالتوحد. التقرير التالي فيه المزيد. اهتمام المرأة بصحتها وغذائها خلال فترة الحمل قد يكون سبباً في أن تقلب حياتها رأساً على عقب. فبحسب دراسات نشرت مؤخراً، تبين أن هناك صلة بين نقص فيتامين د خلال فترة الحمل الأولى وإنجاب طفل يعاني من التوحد. الدراسات أجريت في معهد دراسات الأدمغة في كويزلاند على 4200 عينة دم من النساء الحوامل وأطفالهن، ووجدت أن انخفاض مستويات فيتامين د عند الحوامل في الأسبوع 20 يجعلهن أكثر عرضة لإنجاب طفل يعاني من التوحد. ويمكن الحصول على فيتامين د بالتعرض لأشعة الشمس يومياً في ساعات الصباح الباكر، أو بتناول بعض الأغذية التي تحتوي على فيتامين د مثل السمك ومشتقات الألبان والبرتقال، كما يمكن الحصول عليه عبر المكملات الغذائية. ويعتبر التوحد أحد الاضطرابات المسمى باضطرابات الطيف الذاتوي، الذي يجعل من الطفل عدوانياً ومنعزلاً ويعاني من صعوبات في التواصل. وتظهر التقديرات أن 6 من بين كل 1000 طفل في الولايات المتحدة يعانون من مرض التوحد، وأن عدد الحالات المشخصة به في ازدياد. فإذا كانت العناية بتلك الأشهر 9 ستجنب عائلة بأسرها أن تعاني،
يتوجب على الأم أن تحرص على نفسها، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. حذرت دراسة أجرتها جمعية علم الحيوان في لندن وجمعية المحافظة على الحياة البرية من أن الفهود من بين أكثر الحيوانات المهددة بخطر الانقراض، وذكر خبراء أن هناك فقط 7100 فهد على قيد الحياة، مشيرين إلى أن الفهود في زيمبابوي انخفضت بنسبة 85%. كما وجدت الدراسة أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى انقراض هذا الحيوان الأسرع في العالم هو قتله من قبل سكان القرى من أجل لحمه، إضافة إلى التجارة غير المشروعة بأشبال الفهود. ودفع هذا الانخفاض الكبير في عدد الفهود إلى تغيير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لوضعية الفهود في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من ضعيفة إلى خطر. للمزيد دائما مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. إذن كان هذا كل ما لدينا لليوم من أخبار محلية إقليمية ودولية. ساندي مصطفى تلقاكم في نشرة مفصلة منتصف الليل بتوقيت السعودية. كونوا على الموعد.